بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلي وسلم على خير خلقه نبينا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. اما بعد، ايها الاحبه، من وسائل تثبيت الايمان في قلب المؤمن ادراكه كمال هذه الشريعه التي هو يعتنق دينها. فهذه الشريعه فيها من الكمال، وفيها من المزيه، وفيها من الصفات الكملة التي من أدركها عرف قيمة هذا الدين، فازداد يقينا وإيمانا وحبا وتمسكا بهذا الدين العظيم. ومن كمال الشريعة ما فيها من رحمة، ما فيها من رحمة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بسبي، وكان في السبي امرأة تسعى، فوجدت صبيا فأخذته ولصقته ببطنها وأرضعته. هذا المنظر كان بمشهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أترون هذه ملقية ولدها بالنار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. أحيانا أيها الأخوة، يعجز إدراك الإنسان لمعرفة هذه الصور العظيمة في الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده. ولكن لما يقف على بعض أحوال هذه الرحمة يدرك كنهها، وذلك عندما يعجز الإنسان عن استخلاص حقه لضعفه أو لعدم أهليته أو لعجزه، فإن الشريعة تضمن وتكفل له هذا الحق. انظروا إلى الصغير على سبيل المثال، عندما يقول الله سبحانه وتعالى عن الصغير: وإن كنا أولات حمل فآتوهن أجورهن فأنفقوا عليهن، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هذا لمن؟ هذا للصغير، هذا لمن كان في بطن أمه، هذا لمن أرضعته أمه. وهناك خلاف بين الزوجين، تشهد المحاكم أن الأمهات والآباء في بعض الأحوال والأحيان عندما يختلف ويشتد الخلاف بين الطرفين فإن الكل يتبرى من هذا الطفل الصغير، ولربما رماه. تتجلى هنا رحمة الله سبحانه وتعالى وتشدد على ذلك وتعنف وتضمن الأجر العظيم لمن يقوم بهذا الحق. كيف يكون هذا؟ ولمن يكون هذا؟ ومن أين هذا؟ في شريعة الله تعالى. وهكذا الضعيف الذي لا يستطيع أن يأخذ حقك اليتيم ولا يحفظ ماله لأنه يتيم وضعيف، تأتي الشريعة لتحفظ وتضمن له ذلك، عندما يقول جل وعلا: وآتوا اليتامى أموالهم. وعندما يقول جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، يضمن الحق لهذا اليتيم الضعيف وهذا الصغير الذي ألقي من أمه وأبيه. وهكذا قل حتى عن الذي ضعف إدراكه وضعفت نفسه فأوقع نفسه في بعض الأمور التي تهينه وتحط من قدره، كالذي يقع في المسكرات والفواحش، فإن هذه تحط من قدر الإنسان وتحط من قدره وتحط من مكانته فيكون مهانا. فالله أرحم به حينها وأكرم به عندما يقول: لقد كرمنا بني آدم. ومن أولئك أيها الأخوة الميت إذا خرج من هذه الدنيا تعطل فيه كل شيء، فهو من الضعفاء الذين لهم حقوق، لأن الحياة ليست هي حياة
دنيوية فحسب، إنما هي حياة ممتدة. وما الحياة الدنيا إلا مرحلة من هذه المراحل، فإنك حياة البرزخ وحياة الآخرة. فهذا الإنسان الذي توفي له حقوق، الذي يضمن له هذه الحقوق هو الله سبحانه وتعالى وهذه الشريعة، لن تجدها في أي شريعة أخرى ولا في أي ديانة ومذهب آخر مثل شريعة الإسلام. فتجد أن الميت له حقوق يضمنها، تضمن هذه الشريعة عندما يخرج من هذه الحياة الدنيا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد توفي وقد شخص بصره. انظروا إلى هذه الدقة أيها الأخوة في بعض الأمور كحقوق وواجبات وسنن ومستحبات في أمر تجهيز الأموات. قد شخص بصره فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فيوصي النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا شخص بصره حال وفاته فإنه يغمض. انظروا إلى هذا الحق البسيط، الإنسان أحيانا لما يكون بمنظر كريه لا يريد أحد أن ينظره وهو بهذا المنظر الكريه، أو يقع نظره عليه وهو بهذا المنظر الكريه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأن لا يكون الميت على منظر يكره به. فأغمض عينيه، ثم صاح أهله عندما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صاح بعض أهله فقال عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هذا الأمر الآخر، قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. في هذا المحضر في هذا المكان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يولول ولا يندب ولا يقول إلا خير، لأنه سيؤمن عليه من قبل ملائكة تشهد هذا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، يتأذى. وقد علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وقال هذا نص جاء، كيف حاله كيف يكون، لكن جاء أن الميت يتأذى وهو خاص من قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن بعض أهل العلم قال أن التأذي هذا إذا كان قد أوصى هو بالنياحة عليه. وعلى العموم فإن هذا من الأمور التي ينبغي أن يراعى للميت وهو من حقوقه، وبعض الأمور التي تضمن له وتكرمه وترحمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين. انظر إلى هذا الدعاء إلى الميت الذي هو بحاجة إليه في هذا الموضع مهما كان، وإن كان صحابيا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام له مكانته عند الله سبحانه وتعالى. وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوره. هذا الدعاء العظيم يستحقه الميت ويدعى له، وهو من رحمة هذه الشريعة بذلك الإنسان الذي فقد الأهلية وضعف عن أن يكسب لنفسه وأن يأتي لنفسه بخير، خير الدنيا والآخرة. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت شريعته بالإسراع، وقال أسرعوا بالجنازة، أن يسرع بالجنازة بالتجهيز كما قال بعض أهل العلم بالتجهيز والتكفين وبالحمل وفي السير بها حتى تصل إلى مثواها في القبر. كل ذلك من معنى الإسراع في الجنازة، حتى قال عليه الصلاة والسلام فإن كانت صالحة وأنتم تحملونها فخير تقدمونها له، وهذا خير للميت ورحمة به، خير تقدمونها له، لأن إن كانت صالحة فإن الحياة الآخرة خير له من الدنيا وما فيها من النعيم، فهي روضة من رياض الجنة، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى وهذه الشريعة بالميت أنه يسرع بالجنازة وتقدم لما تقدم إليه، ثم التكفين والتحنيط والتجهيز الذي لا يكون بشريعة مثل هذه الشريعة. فإن بعض الشرائع تحرق الميت وبعضها تغرقه وبعضها تفعل به ما تفعل، وذلك من الإهانة والإذلال، ولا تجد ذلك في شريعة الرحمن. ثم بعد ذلك الصلاة عليه، انظروا إلى ما
ما يكرم به الميت من الصلاة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته، يقوم عليه 40 رجلا لا يشركون بالله تعالى إلا شفعهم الله فيه، يشفعون له بالرحمة بالمغفرة بالدعاء يشفعهم الله سبحانه وتعالى فيه، وفي رواية إلا دخل الجنة. انظروا إلى هذا الفضل الذي ينبغي للإنسان يحرص فيه على جنائزه، أن يصلى عليه وأن يكثر من الصلاة عليه، فيوصى أهله وأقاربه ومحبيه بمثل هذا. ثم إذا دفن فهناك أيضا من صور الرحمة بهذا الميت الذي فقد الأهلية وضعف عن أن يكسب لنفسه وأن يؤتي لنفسه بأي خير، أن يوقف عند قبره بالدعاء، عندما قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فالاستغفار للميت يكون بعد دفنه، والوقوف بالدعاء له يسيرا. فإن بعض الناس الآن إذا فرغ من الدفن انصرف تماما وعجل بالانصراف عن ميته الذي دفن، فينصرف بالانشغال من ها هنا هنا وبالسلام وبالتعزية، وحق الميت في إبراره أن يغفر، أن يستغفر له وأن يدعى له ولو يسيرا بعد دفنه فيه. ثم أيها الأحبة، يبقى حقوق أخرى لهذا الميت الذي دفن، أنه يزار ويدعى له، وأنه تنفذ وصيته، وأن يدعى له حتى بعد موته، وذاك من الإبرار به، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل: إن هل بقي من بر والدي شيء؟ قال: نعم، بعد وفاتهما. قال: نعم، الصلاة عليهما والدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فكل ذلك وإبرار قسمهما وإكرام صديقهما، كل ذلك من الأعمال التي إذا فعلها الإنسان فإنه يكرم بها الميت ويرحمه ويبره. ولن يكون ذلك لو استعرضت هذه السنن والآداب والهدي، لن تجدها في شريعة مثل هذه الشريعة، شريعة الرحمن التي حضمت لذلك الإنسان في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم الطيبات. فإن الله سبحانه وتعالى أكرم هذا الإنسان، صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا كان أم أنثى، ضعيفا كان أم قويا، عاجزا كان أو مقتدرا، مجنونا كان أو راشدا، يتيما ضعيفا، كل ذلك من الألوان التي يكون عليه الإنسان جاءت الشريعة بتكريم هذا الإنسان. فإذا أدرك الإنسان كن هذه الأمور والشرائع والسنن والآداب التي قد تغفل ويغفل عنها البعض، إذا علمها وأدركها أيقن بكمال هذه الشريعة وبجمالها. ولذلك أصبح هذا الدين لمن عرف، أيها الأحبة، لمن عرفه وقرأ عنه وتبحر فيه وعن مزاياه، أصبح هذا الدين الآن أكثر الأديان انتشارا بين الناس في العالمين. فالإحصاءات تثبت أن هذا الدين الآن هو أكثر، دين الإسلام هو أكثر الأديان دخولا فيه، والأرقام تتزايد باتجاهه مقابل كل الأديان الأخرى. وهذا الذي يزعج أولئك الذين لا يدينون بهذا الدين ولا يحبونه. ولذلك ينبغي الإنسان وهو يرى هذا الخضم من الأحوال التي يتخبط فيها الناس في شرائع شتى وطوائف شتى، أن يتشبث بهذا الدين ويعتز به ويكرمه ويدعو إليه، فالدال على خير كفاعله. ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وخير لك من الدنيا وما فيها، فكن دالا على الخير متشبثا بهذا الدين مهما كثرت عليه من الأقاويل ومن المزاعم ومن الأباطيل، فإن ذلك مما في قلوبهم على هذا، ومما في قلوبهم من الحقد والحسد والكراهية. وإلا فإن هذا دين عظيم على الإنسان المؤمن أن يتشبث به ويزداد يقينا بما هو عليه ويكثر من الدعوة إليه، فإن ذلك هو السبيل المطلوب من المؤمن في حق هذا الدين العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الدالين على الهدى، العاملين بشرائعه والمتمسكين بهديه.
اللهم آمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.